بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحب أحكي لكم إخواني الطلبة، كل عام وأنتم بخير ببداية الفصل الجديد. أتمنى إن شاء الله أنه تكونوا بخير وصحة وسلامة، والله يعافينا ويعافيكم من هذا الوباء، والله يرفع عنا البلاء والوباء قريبا عاجلا إن شاء الله. برحب فيكم مرة ثانية في مادة حراريات وموائع. أتمنى إن شاء الله أنه خلال هذا الفصل راح تستمتعوا في هاي المادة. المادة إن شاء الله راح تكون ممتعة، فيها تطبيقات عملية. هاي التطبيقات العملية كثير نشوفها بحياتنا اليومية، إن شاء الله أنكم راح تستفيدوا منها في حياتكم العملية أو المهنية لقدام إن شاء الله. راح نحكي اليوم إن شاء الله عن شابتر 1 من الكتاب المقرر لهذه المادة، اللي هو بعنوان Introduction and Overview. طبعا بالبداية في كإنترودكشن بدنا نحكي إيش المقصود في كلمة الثيرمال. الثيرمال هي كلمة مشتقة من كلمة إغريقية. هاي الكلمة هي عبارة عن ثيرمي، والمقصود فيها اللي هي عبارة عن الهيت. وراح نشوف احنا وياكم لقدام ان شاء الله انه الهيت هو عبارة عن شكل من اشكال الانيرجي. وبنعرف انه الثيرمال فلويد. ليش سموها ثيرمال فلويد؟ لانه راح تشوف انه هاي الانيرجي او الهيت دائما بتنتقل من خلال الفلويدز، والمقصود في الفلويد هي الموائع، اما بتكون غازز او بتكون اللي هو الليكويد. راح نيجي نتطرق لموضوع الفلويدز والفلويد ميكانكس. طبعا الثيرمال فلويد ساينسز احنا راح نقسمها ل 3 كاتيجوريز. هاي الكاتيجوريز اللي هم عباره عن الثيرمودينامكس والهيت ترانسفير والفلويد ميكانكس. طبعا الثيرمال فلويد ساينسز بيلعب دور كبير زي ما حكينا قبل شوي في موضوع اللي هو الديزاين والاناليسز لتطبيقات عديده موجوده في حياتنا العمليه. من اهم هذه التطبيقات اللي هو مثلا الاوتوموتيف انجنز، الروكتس، الجيت انجنز، الباور بلانتس، السولار كوليكترز، اوكي، الترانسبورتيشن اوف ووتر، الكرود اويل، الناتشرال غاز، ووتر ديستريبيوشن سيستم. كمان برضو ممكن تحكي عن الويند، ممكن تحكي عن كيف نولد طاقة من خلال مثلا الويند انرجي، سولار انرجي. اي شيء موجود في حياتنا العملية له علاقة بالطاقة، له علاقة بالموائع، هذا كله بندرج تحت موضوع اللي هو او تحت علم الثيرمال فلويد ساينسز. تلاحظ هنا في عندي رسمة، هاي الرسمة تمثل عبارة عن بيت. هذا البيت هذا البيت الموجود عندي هون، بتلاحظ انه قاعد بيستفيد من اللي هو سولار انرجي من خلال السولار كوليكترز، بحول اللي هو سولار انرجي ليوسفول انرجي. هاي اليوسفول انرجي بستفيد منها في تدفئه البيت او في الحصول على مثلا هوت ووتر او هوت ووتر او دومستيك هوت ووترز، اوكي، اما في مجال التدفئه او في مجال مثلا الاستهلاك اليومي، اوكي، او نحكي الاستفادة من المياه الساخنة في التدفئة، في الاستحمام، في الغسول، وهكذا. فبتلاحظ أنه هون هذا كله عبارة عن بندرج، هاي الأنظمة كلياتها بتندرج تحت موضوع اللي هو الثيرمال فلويد من خلال مثلا الهيت اكسشينجرز، البومبز، الكوليكترز نفسهم، كيف نوجد مقدار الانيرجي من السولر، من الصن، اوكي، سولر. هاي كلياتها اللي هو بندرج تحتها اللي هو ثيرمال فلويد ساينسز. طبعا كمان برضو من ضمن الانرجي افيشنت، اوكي، هذا اللي حكينا عنه للهوم، اوكي، كيف ممكن انا مثلا برضو كيف اعمل ديزاين لبيت معين بحيث انه هذا البيت يقلل من فقدان الحراره في الشتاء وكسب الحراره في الصيف. يعني انا لما بدي مثلا اعمر بيت، اوكي، او ابني بيت، او بدي اشتري شقه معينه، ك
اوكي بدي اشتريها ضمن مواصفات معينه، اول شغله بتسال عنها بتساله بتقول له كيف نظام العزل موجود في هذا البيت، هل نظام العزل كان جيد من حيث الشبابيك، من حيث الجدران، من حيث الاسقف، اوكي شو طبيعه المواد اللي تم استخدامها اوكي في بناء هذا البيت، اوكي وكم الانرجي اللي بتلزمني مثلا حتى ادفي البيت في الشتاء، وكم الانرجي اللي بتلزمني حتى ابرد هذا البيت في الصيف. هذا كله كمان برضه بندرج تحت موضوع اللي هو ثيرمال فلويد ساينسز، واللي هو بندرج تحت موضوع الثيرموداينامكس حسب السب كاتيجوري اللي حكينا عنهم، والهيت ترانسفير والفلويد ميكانكس. برضه كمان مثلا من التطبيقات الموجوده في حياتنا اليوميه، مثلا انا عندي كمبيوتر لابتوب، بتعرف انه هاي فيها تشيب، هاي التشيب اوكي بترتفع درجة حرارتها نتيجة مثلا هي عبارة عن ريزيستنس، اوكي فبترتفع درجة حرارتها، فأنا بدي أحاول إني أحافظ على درجة حرارة معينة لهاي الشيب، فبالتالي بدي أعمل كولينج لهاي الشيب، اوكي فبالتالي أنا بدي أعمل ديزاين لهيت سينك، اوكي من خلالها أقدر أبرد هاي الشيب. برضه هذا كمان برضه من التطبيقات العملية على موضوع اللي هو الثيرمال ساينسز. نيجي للثيرمودينامكس. الثيرمودينامكس المقصود فيه اللي هو الساينس اوف انرجي، او اللي هو العلم الرئيسي اوكي اللي راح نتحدث عنه، او الجزء الكبير اوكي راح نتحدث عنه في هذا الكورس. طبعا الثيرمودينامكس راح نحكي عن تو لوز، اوكي هذول التو لوز اهم تو لوز موجودين في الثيرمودينامكس، اللي هو مسميه الفيرست لو اوف ثيرمودينامك والسكند لو اوف ثيرمودينامك، راح ندخل كل واحد فيهم بالتفصيل. اوكي الفيرست لو اوف ثيرمودينامك اللي هو بتعلق بالكونزرفيشن اوف انرجي، اوكي كلنا بنعرف انه من احنا صغار كان يحكوا لنا انه الطاقه لا تفنى ولا تستحدث لكن تتحول من شكل الى اخر، وفعلا هذا الحكي صحيح، اوكي انه الطاقه بتتحول من شكل الى اخر، من طاقه حركيه لطاقه وضع وهكذا، اوكي وهذا بنسميه اللي هو الفيرست لو اوف ثيرمودايناميك، وبدنا نشوف كيف التحولات اللي بتصير ضمن هاي الطاقه، وبدنا نشوف كمان برضه من خلال هذا القانون اللي هو التوتال اماونت اوف انرجي اللي بصير، كيف نوجد التوتال اماونت اوف انرجي، او نحكي اللي هو انه التوتال اماونت اوف انرجي ريمينز كونستانت وذين او وذين ديورينج تشينج اوف فورس. السكند لو اوف ثيرمودايناميك اللي بتعلق في الدايركشن اوف انرجي، مثال على ذلك اللي هو لو جينا اخذنا احنا فنجان من الشاي او من القهوه اوكي وتركناه على طاوله في غرفه بنلاحظ انه بعد فتره زمنيه انه درجه حراره هذا الفنجان الشاي او القهوه بلشت تنزل ووصل الى درجه حراره تساوي درجه حراره الغرفه، اي صار في عندي عمليه انتقال للانرجي اوكي اللي هي تمثل من خلال الحراره، فقدان الحراره اوكي من الفنجان للغرفه. فبدنا نشوف احنا كيف بدنا نعبر عن العلاقه هاي باستخدام السكند لو اوف ثيرمودينامكس، ونشوف انه هل ممكن تصير هاي العمليه عكسيه اوكي او لا. الهيت ترانسفير اللي هو بنحكي عن شكل من اشكال الانرجي، واللي بنعبر عنها برضو كمان من خلال اللي هو التغير الحراري بنعبر عنه من خلال الهيت ترانسفير اوكي من خلال التمبريتشر. فبتلاحظ انه بدي اشوف انا مقدار الحراره اللي بتنتقل اوكي من نظام الى نظام اخر اوكي بسبب اختلاف الحراره. برضو كمان بدنا نشوف انه هذا العلم اللي هو الهيت ترانسفير اللي بتعلق في حساب اللي هو معدل انتقال الحراره، ومعدل انتقال الحراره بنعبر عنه من خلال اللي هو الهيت ترانسفير، بنشوف مقدار انتقال هاي الحراره او معدل انتقال هذه الحراره. الموضوع الاخير او نحكي اللي راح نحكي عنه اللي هو الفلويد ميكانكس، والفلويد ميكانكس اللي هو العلم اللي بتعلق بدراسه سلوك الموائع، بحيث هاي المواعي تكون بحيث بغض النظر عن حالتها هل هي في الحالة السكونية أم في الحالة الحركية. في الحالة السكونية بنسمي هذا العلم اللي هو الفلويد ستاتكس أوكي، وفي الحالة الحركية بنسميه الفلويد داينامكس. الفلويد ستاتكس كثير في عليه تطبيقات، من ضمنها اللي هم تصميم التانكس اللي بتحمل الفلويد زي الغازز او نحكي الليكويدز، الدامز، هاي تطبيقات عمليه على الفلويد ان ستاتكس. التطبيقات العمليه على الفلويد ان داينامكس اللي هو كيف انا بدي اعمل ترانسفير للفلويد من مكان لمكان، فبدي ف
بدي اشوف كيف بدي اتم حسابي للانيرجي، اوكي، واشوف كم بدي باور لازمه حتى انقل هاي الفلويد من مكان الى اخر. طبعا كمان برضو بهتم بالتداخلات بين المائع وبين السوليدز وبين المائع وبين الباوندريز اللي بيحيط في هذا المائع. هذا طبعا هيك بشكل مختصر عن كل واحد فيهم. راح ننتقل لاخر شيء في هذا الشابتر، هو عباره عن بس مقدمه وتوضيح، اوكي، لاشياء انت سمعت عنها من قبل، وراح ان شاء الله ناخذها بتفصيلها في خلال هذا الكورس. الدايمنشنز اند يونت، الدايمنشنز اند يونت اي فيزيكال كوانتيتي موجوده في الطبيعه بنسميها عباره عن دايمنشنز، الماجنيتيود لهاي الدايمنشنز بنسميها الهرتز. طبعا الدايمنشنز بتتقسم الى جزئين، الجزء الاول اللي بنسميه البرايمري دايمنشنز او الفاندمنتال دايمنشنز، الجزء الثاني اللي هو السكندري دايمنشنز اللي هم بنسميه الدرايف دايمنشنز. الفاندمنتال دايمنشنز اللي هم الماس، اللينث، التايم، التمبريتشر، هذا هم اللي بنسميهم الفاندمنتال دايمنشنز الاساسيه. السكندري اي شيء درايف من الفاندمنتال دايمنشنز هذا بنسميه عباره عن سكندري دايمنشنز زي الفيلوسيتي، الانرجي، الفوليوم، الدنسيتي، الفورس، اوكي، هذا كله عباره عن secondary dimensions. قلنا الماجنيتيود لهاي الدايمنشنز بنسميها اليونت. طبعا عندنا هناك تو سيستم اوف يونتس بنسميه، اول واحد اللي هو المتريك سيستم اللي هو عباره عن الاس اي سيستم يونت او اللي بنسميه الانترناشونال سيستم يونت. النظام الثاني اللي هو بنسميه الانجلش سيستم اليونتس اللي بنسميه اليو سي اليو اس سي اس يونايتد ستيتس كونستابلري سيستمز، اوكي، اللي بيهتم بنظام اللي هو النظام، نحكي النظام الامريكي الاكثر متداول في النظام الامريكي اللي هو زي اللي بتعبر عنه من خلال الفوت، الجالونز، اوكي، الباوند، هذا اللي هو مسميه نظام الانجليش سيستم يونت. طبعا احنا راح نتعامل خلال هذا الكورس من خلال الانترناشونال سيستم يونت اللي هو النظام العالمي للوحدات. في عندنا هون تيبل، هذا التيبل معطيني هون ل 7 دايمنشنز مع اليونتس لهم مقارنه بين الانترناشونال سيستم يونت والانجلش يونت. مثلا معطيني هون برايمري يونت الماس، بنعرف عنها انها بالانترناشونال سيستم يونت بالكيلوغرام، نعبر عنها بالكيلوغرام. مثلا في الانجلش يونت بنسمي الانجلش سيستم يونت اللي بنسميها الباوند ماس او الليبرا، اللينث بالمتر مثلا باليونت الها في الانترناشونال، هناك بالفوت، التايم في السكند في الاثنين، التمبريتشر مثلا ديجري سيليسيوس بالانترناشونال يونت، بالانجلش بالفهرنهايت، الابسوليوت تمبريتشر بالانترناشونال سيستم يونت اللي هو الكلفن، الانجلش يونت اللي هو الرانكن، الالكتريك كرنت الامبير، تو سيستم يونت الاماونت اوف لايت كانديلا، الاماونت اوف ماتر مول مول. طبعا في كونفرجن بين التو سيستمز اللي هو ال1 باوند ماس، اوكي، مثلا بيساوي 0.45 من الكيلوغرام، والمثلا هون عندي ال1 فوت بيساوي 0.3048 من المترز. الدرايف يونت بس في حالة احنا قلنا اللي هو الانترناشونال سيستم يونت، مثلا الفيلوسيتي بعرف ان الفيلوسيتي هي عبارة عن ديستانس بير يونت تايم، بعرف ان الديستانس اللي لها اليونت اللي هي المتر، والتايم سكند فهي متر بير سكند. مثلا الفورس، الفورس الماس في الاكسلريشن، بعرف ان الماس في الاكسلريشن، اوكي، الماس بعرف انها بالكيلوغرام، الاكسلريشن هي مشتقة السرعة، فبالتالي هي متر بير سكند سكوير، فكيلوغرام في متر بير سكند سكوير بنعبر عنها من خلال النيوتن. الورك، الورك بعرف انه عباره عن فورس في الديستنس، الفورس في الديستنس، الفورس كيلوغرام متر بير سكند سكوير اللي هي نيوتن حكينا عنها قبل شوي، اوكي، ضرب الديستنس اللي هي المتر، فكيلوغرام متر سكوير بير سكند سكوير هي عباره عن نيوتن دوت متر، ونيوتن دوت متر هي عباره عن الجول. وبنعرف انه الورك هو فورس من الانرجي، اوكي، شكل برضه كمان من اشكال الطاقه، راح نيجي لقدام ان شاء الله نحكي عن الورك والهيت والعلاقه بين الورك وبين الهيت كونهم شكل من اشكال الطاقه، وكيف ممكن احول الهيت لورك وكيف ممكن احول الورك
to heat. الباور، الباور هو عبارة عن الريت اوف وورك، الريت اوف وورك تلاحظ انه وورك بير يونت تايم، والورك اليونت بتاعته نيوتن، نيوتن دوت متر اللي هي الجول، بير يونت تايم التايم بالسكند، جول بير سكند اللي هو بنعبر عنه من خلال الوات، اليونت الوات. هاي بنسميها اللي هي الدرايف يونت. طبعا في كمان كثير من الدايمنشنز ممكن اللي هو الدرايف دايمنشنز، وممكن كمان نطلع منها خلالها اللي هو الدرايف يونتس. ملاحظة أخيرة بالنسبة لهذا الشابتر، هيك بكون إحنا أنهيناه. آخر إشي بس بدي أحكي عن الإنيرجي، لأنه الإنيرجي بالإس آي يونت اللي حكينا بنعبر عن اليونت إلها في الجول، بينما في الإنجليش سيستم يونت بنعبر عنها بالبي تي يو، البريتش تيرمال يونت. تلاحظ أنت مثلا ممكن تروح تشتري مكيف للبيت، بيحكي لك إنه هذا المكيف 1 طن، راح نحكي عن ال 1 طن إن شاء الله، إيش المقصود في ال 1 طن كيونت. أو تلاحظ انه بيحكي لك انه هذا عباره عن 12000 بي تي يو، شو المقصود في 12000 بي تي يو؟ اوكي، هذا بس هيك من خلال تطبيق عملي موجود مثلا في حياتنا العمليه، لازم نعرف او نشوف شو الكوانتيتي هاي المقصود فيها. بتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه. لحد هون بنهي اللي هو شابتر 1، ان شاء الله في المحاضرات القادمه اوكي بنكمل في موضوع اللي هو شابتر 2 و ما يتعلق به بهذا الشابتر. يعطيكم العافيه.